انتر يهزم ميلان مجددا في ديربي الغضب ويعود لنهائي الابطال بعد 13 عام. بعد الفوز ذهابا على ميلان قرر انتر فوزه ايابا وصعد لنهائي الابطال. بذكريات ايتو وسيزر وشنايدر والاستثنائي جوزيه مورينيو، الحلم يتكرر والانجاز وارد. في موسم صعب على انتر محليا قدر يوصل لنهائي دوري الابطال للمره السادسه في تاريخه، وميلان احد اهم كبار اوروبا واصل السقوط امام انتر للمباراه الرابعه على التوالي. اليوم كان الانتر وغدا صراع كروي استثنائي بين الريال والسيتي على بطاقه النهائي السنوي.